برضه يظل حديث جماهير النادي الاهلي عن علي معلول، واليومين اللي فاتوا تصاعدت قصه الجنسيه المصريه وان الامور قربت والحدوته قربت، خاصه انه علي حسب ما علمت بيجهز نفسه بشكل جيد. ايه الجديد في هذا الامر يا كابتن رمضان؟ لا، هو مفيش جديد خالص. اللي متفق معاه انا مع علي نعم ان هو النادي ما كانش عامل حسابه في انه يبقى موجود معانا السنه الجايه، لكن تقديرا ليه ان هو كان معمول له عقد كان قبل الاصابه، العقد يتفعل ويبقى يعتبر كانه موجود حقيقي، كانه مقيد، نعم انت فاهم؟ اه وعلي هو ليه رغبه انه يستمر في الكوره، مش عايز يبطل. نعم فهو قال انا 2011 هبقى جاهز ان ابقى موجود مع في الملعب، فانا عايز منكم تدوني اسبوعين ابقى موجود مع الفريق الاول، كويس، وبعديها انتوا اصحاب القرار، عايزين نكمل معاكم ماشي، او وقتها هبقى انا شايف نفسي بشكل كويس او اقرر ابطل او ادور على نادي ثاني العب فيه. نعم فدي الاتفاق اللي بيننا وبينه، مفيش اي حاجه جدت عن كده من اول ما قابلته في النادي، من اول ما جيت في المكان ده. بس انت بتقول بتفجر مفاجأة انه الموسم ده بكل الاحوال هو اخر موسم لعلي معلول مع النادي الاهلي؟ لا مش مفاجأة، انا متفق معاه على كده، وده كان اتفاق بيني وبين الكابتن خطيب وكولر نعم يعني، هو يعني والاهلي كنوع من التقدير لتاريخ علي معلول ونجاحه مع النادي الاهلي، العقد بتاعه كان قائم متفعل. نعم وما زال مفعل حتى الان، مفعل مفعل حتى هذه اللحظه، وممكن ان شاء الله يرجع يبقى مستواه رائع ويكمل عادي. وارد، دي راجعه لكولر وراجعه ليا يعني، يعني دي الاتفاق بيننا وبين بعض. هل هو هتعمل مقارنه بينه وبين اللي موجودين؟ نعم. هل هو اعلى منهم؟ هل نعم. اقل منهم؟ هل زيهم؟ هيبقى ليها حسبه يعني. هل هناك لكن يعني هو متقبل القرار اللي هناخده. نعم. هي دي اهم حاجه في الموضوع بقى. طيب يعني هل ما فيش في وعد بشيء وممكن يقول لك لا ده انت اخلفت الوعد، لا ما حصلش. نعم. هل في مفاوضات انديه عربيه؟ انا عارف انه كان عنده عرض قطري قبل الاصابه. مظبوط صح. حضرتك ما كنتش موجود بس اعتقد انك عرفت ان الكلام ده كان صحيح. انا عرفت المعلومه دي. هل تجدد هذا العرض؟ يعني لا في ما حاله فيش انه اي بقى جاهز؟ لا هو الاتفاق زي ما بقول لك، او الكلام كان بينه وبينه في الجزئيه دي. نعم. اللي يخصه هو شخصيا انا مش متابع معاه فيه، يعني هل هو بقى بيدور على نادي تاني بيوعدهم هيبقى جاهز؟ يعني ما اعرفش هو بيفكر ازاي.